بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشتركين المشاهدين، تحية طيبة بعد أخوكم جمال باظفاري، يحييكم في مقطع جديد من مقاطع تعلم مع جمال. طبعا راح أقول لكم ملاحظة مهمة جدا. خلني أغسل هذا الشبكة أول. طبعا بعض الأشخاص راح يعاني من مشكلة، وما هي المشكلة يا جمال؟ المشكلة أنه بعد غسيلة للوحدة، زين، بعد ما يغسل الوحدة الخارجية راح يحس أنه عنده تبريد ضعف. زين، بعضهم ممكن يقول لك والله أنا المكيف كان عندي يبرد، زين، والحين يوم غسلته أصبح لا يبرد أو تبريد أقل. وين المشكلة يا جمال؟ المشكلة الله يحفظكم أن الوحدة هذه كان فيها، تلاحظون تراكم الأوساخ، هذه كان فيها تراكم أوساخ شديدة، إنزين، وأثناء تراكم هذه الأوساخ قل عندك دفع المروحة هذه، وبالتالي ارتفع معاك ضغط الغاز، إنزين، يعني ضغط الغاز راح يرتفع معاك، وأثناء ارتفاع ضغط الغاز تقريبا راح يوصل ممكن 65، راح يوصل ممكن 70، زين، ممكن 60، تقريبا 60 65 70 راح يوصل معاك في هالمعدلات، وبالتالي راح يبرد معاك الجهاز، لان هذا ضغط التبريد المناسب الغاز 22. انا اتكلم عن غاز 22 حاليا، وايضا الكلام هذا راح ينطبق على جميع الغازات مال التكييف، زين. فبعد ما تغسل الوحده انت وتشغل المكيف، شو اللي يصير عندك؟ يصير عندك ان المسام هذه او الاوساخ هذه زالت، وبالتالي دفع المروحة هذه زاد، يعني زاد الشفط للهواء او التنظيف، مو تنظيف، يعني الشفط الراديتر، هواء الراديتر، انزين، فصارت عندك عملية التبريد افضل بالنسبة للراديتر، ومنها راح يقل معاك الضغط، راح ينخفض معاك الضغط، ممكن يوصل معاك 50، ممكن يوصل معاك 45، 55، ومنها راح تحس انه والله الوحدة هذه غل، انزين، تبريدها، نعم راح يقل تبريدها لان الضغط انخفض، انزين، وهذا دليل الله يحفظكم على ان عندك نقص في الغاز، انزين، المفروض يتحسن التبريد، ولكن اذا شفت ان التبريد قل هذا دليل على ان عندك نقص في الغاز وتحتاج الى تعبئة غاز، زين. ايضا نقطة اخرى ممكن انت تلاحظها بعد ما تغسل الوحدة، الماسورة هذه الصغيرة، خط الدفع بعد ما تشغل الجهاز، اذا ثلجت عندك، اذا بدت تثلج عندك بعد ما تغسل، بعد ما تشغل الجهاز، اعلم انه عندك نقص وتحتاج الى إضافة غاز للنظام. هذه ملاحظة مهمة، زين، الفرق بين الوحدة اللي تتنظف وتبرد وبين الوحدة اللي تتنظف وما تبرد. أوكي، نشوفكم على خير. هذا اللي حبيت أني فقط أذكره، ملاحظة مهمة، جالس في البيت سلة فقط. نشوفكم على خير، أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى من تعلم مع جمال. شكرا جزيلا.